اسمع يا ولد الهلال، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو بيرفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلال، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، واعمل لك اللي انت عايزه. هتبعك يا دياب يا بطاش. طلع يا محمد، يلا افتح الكلب اللي قتله زي ما قتل ابني. شفت يا ايمان؟ شفت يا ايمان انك ظلماني؟ شفت انك كان لازم تصدقيني؟ عرفت ان انا على حق؟ زي ما عرفت انك تاجر سلاح. انت غبي، انت مدي نفسك في داهية، واخدنا كلنا معاك. رجعني بيتي. اديني بيتي، اديني بيتي. ارتاحي دلوقتي يا ايمان، لما تصحي بيروح الشغل. بقول لك ايه، انت تسكت خالص. مش كفايه انك طلعت مخبي عليا انك متجوز وعندك عيال؟ لا، والمصيبه السوداء انك تطلع تاجر سلاح. يا حسني، تاجر سلاح؟ هو انا لوحدي اللي كذاب ولا ايه؟ ما اخوك احسن به كمان كذاب وتاجر سلاح. اخرس خالص، واياك تجيب سيره اخويا على لسانك. وبعدين انا ماليش دعوه، مش مشكلتي ان حسام اتورط معاكوا في تجاره رخيصه زي دي. مش معنى كده ان انا وافق واسكت واقبل ان اعيش معاك. انا عايزه اتطلق يا طاهر. يا لهو بالي، طلق ايه بس يا ست شهنده؟ ده بعدك يا شهنده. هو انت فاكره ان دخول الحمام زي خروجه؟ لا، مفيش طلاق، وهتعيشي في البيت ده، فاهمه ولا لا؟ استهدى بالله يا ست طاهر، دي ساعة شيطان يا اخويا وحطيتي في حالك. يدك انتوا الاثنين، اياكوا واحدة فيكوا تفكر انها تخطي برا عتبة البيت ده، ولو واحدة فيكوا فكرت بس أنا هقتلها. محمد، كان في موضوع كده أنا عرفته وكنت عايزة أقولك عليه.
موضوع ايه؟ ان احنا يعني بقالنا شويه متجوزين ولسه يعني ما جبناش بيبي وكده. كنت لسه بفكر في الموضوع ده، ما تيجي نروح لدكتور. اصلا انا رحت للدكتور. رحتي للدكتور؟ وازاي تعملي حاجه زي كده من ورايا؟ وقال لك ايه؟ قال ان انا السبب. بس هو قال لي ان ممكن مع الوقت يكون في علاج واعرف اجيب بيبي. والعلاج ده هيطول؟ معرفش يا محمد، دي حاجه بتاعت ربنا. مالك يا محمد صهيمت كده ليه؟ يعني انا ممكن اتحرم ان يكون لي طفل؟ اتحرم ان اكون اب؟ هو ده كل اللي همك يا محمد؟ امال هيهمني ايه تاني؟ هيهمني ايه تاني؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. تهب وتختص على علو وتتشال وتتحط وتروح يمين تيجوا شمال، انا عايز دياب. صحي بقى ميت تجيبوا لي راسه، تجيبوا لي حته منه، انا عايز دياب. فاهمين ولا لا؟ انتوا بصين لي كده ليه؟ ما حد يقف. ده وقته. ايه يا ماما؟ ايوه يا حسام، انا عاوزاك تجي لي دلوقتي حالا. خير يا امي؟ في حاجه؟ لما تيجي هتعرف يا حسام. يا امي انا مشغول وظروفي زي الزفت في عرضك، لو في حاجه قولي لي. لا يا حسام، انا عاوزاك تجي لي دلوقتي حالا. يا امي مش وقت وانا عندي ظروف زي الزفت وربنا عالم بحالي، ما ينفعش يتاجل لبكره الموضوع المهم ده. بتهيالي ظروفك مش اهم من امك. لا يا ستي مش اهم. حاضر انا جاي لك. حاضر مع السلامه. انا اوصل مشوار نص ساعه واجي، تكونوا فكرتوا وشغلتوا دماغكم. انا عايز اخلص من الموضوع ده، فاهمين ولا لا؟ الموضوع اللي خلاك تجيبيني على ملا وش يا ماما، في ايه؟ انت مين؟ حسام ابني فين؟ جرايه يا ماما، احنا هنعيده من تاني، كل شويه تديني محاضره. حسام ايه؟ ما انا قدامك يا ماما. انت مش حسام. حسام ابني انا ربيته على الخير وحب الناس، وما كانش بيستنى تمن لحب الناس. لكن انت بتكره الناس وبتقبض تمن اذيتهم. انا ربيتك على حب ربنا والخوف منه، لكن انت اكيد ما بتعرفش ربنا. فين؟ فين حسام؟ فين ربنا جواك؟ فين؟ اخر حاجه كنت اتصورها انك تشتغل في تجاره السلاح. ومع مين؟ مع الراجل اللي قتل مراتك وابنك جوا بطنها، وقتل ابنك من ايمان. للدرجه دي؟ للدرجه دي انت ضعت مننا واحنا مش حاسين؟ اديكي قلتيها، اديكي قلتيها. بتندبي ليه؟ انت قلتيها، ما انتوش حاسين. محدش شاف المر اللي انا دقته، محدش كان انتوا اتبهدلت زيي. لو واحد فيكم شاف ربع اللي انا شفته كان عمل قد كده 100 مره يا ماما. مش كل الناس ضعيفه زيك، مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك. لا 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 لا، في ناس بتطاطي وفي ناس ضعيفه، وكل واحد مهما كان قوي جواه نقطه ضعف، اول ما حد بيلمسها بيجي على ركبه ارض ارض. وانت فين نقطه ضعفك يا بيه؟ في كرامتي ببساطه شديده، كرامتي اللي اتبعترت واتداست بالجزم، سمعتي اللي اتوسخت في الداخليه، مستقبلي اللي ضاع، وشغلي اللي كنت بحبه وكنت هموت 100 مره فيه. خلاص واحد عايش ميت ما عندوش عمل، مستنيين منه ايه؟ وانت دلوقتي عايش، فين امالك يا استاذ؟ فين؟ لا من ناحيه عايش فعايش، اطمني اطمني يا ماما. عايش وعايش كويس قوي كمان، وقوي قوي جدا، ادوس على اي حد من الجزمه. يا خساره يا خساره يا حسام، بعت نفسك للشيطان. غصب عني يا ماما، كان قدامي سكه من الاثنين، يا استسلم للي انا فيه واضرب نفسي طلقه واموت منتحر، وساعتها هبقى كافر. مات كافر كلب وراح، واتحرم من جنه ربنا في السماء. ورضيت بجنه الشيطان. كان عندك حل تاني ولا اخسر كل حاجه؟ ما انت خسرت كل حاجه من ساعة ما بعت مبادئك وقيمك. خسرت كل حاجة يا خسارة يا خسارة. نبي ما تقعدي تتصعباني بقى، تقولي لي يا خسارة ومبادئك وقيمك، وانت البطل وانا ام البطل وبطل اللي شالتك وابو الشهيد وصورة ابوك. Oh!
حسام كان بيعمل ايه هنا؟ حسام كان بيعمل ايه هنا؟ بيته يجي فيه وقت ما هو عايز. لا ده مش بيته، ده بيت ناس محترمين، مش بيت لواحد زيه. ما تقولش كده على اخوك. لا هقول، حسام خلاص يا ماما، بقى من اكبر تجار السلاح اللي في البلد، وحط ايده في ايد دياب اللي قتل مراته وابنه. لا واستغل خبرته في الشرطه وفي الداخليه عشان يسهل له عمليات التهريب. اظن ده اكبر دليل ان سجنه ما كانش صدفه ولا ظلم. حرام عليك، ما تقولش على اخوك كده. هي دي الحقيقه اللي انت بتحاولي تنكريها. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك كفايه. انت لسه برضه مش مصدقه؟ ماشي، بس انا يوم ما اقبض عليه وادخله السجن تاني هتصدقي ساعتها. عاوز تقبض على اخوك يا محمد؟ اه يا ماما، هقبض عليه. ما قداميش حل تاني. ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان العيله ترفع راسها في وسط الناس. لو اخوك كان غلطان المفروض انك تقف جنبه وتعقله وتحميه من شر نفسه، مش تقبض عليه عشان ترقيه ولا علاوه. يا خساره عمري اللي راح عليكم، يا خساره تربيتي فيكم، يا خيبه املي فيكم، يا خيبه املي فيكم. سلامة، في ايه؟ تامر ماله؟ اتأخرت ليه يا منير؟ أنا جاي على بلوش. حبيبي يا ابني مالك؟ الواد يا أخويا مش ولا بد، جسمه كله بيوجعه، حرارته فوق الـ40 ومن شوية كان بيخطر. ما اتصلتيش بدكتور أو مستشفى أو أي حاجة. قلت بعلي بالي أعمل له كمادات يمكن يروق عليه وحرارته تنزل، بس ما نزلتش يا أخويا، ما نزلتش. كمادات إيه وهباب إيه؟ إحنا لازم نتصل بدكتور بأسباب بأي حاجة تيجي بسرعة. اسمعوا رجالة قبل ما يوصل بوبو مع حامد، أنا بكرة إن شاء الله مسافر عشان أنفذ اللي اتفقنا عليه. ما بلاش يا جدران، الناس دول مؤذيين، كفايه اللي عملوه فيك. وبعدين احنا معانا فلوس كتير قوي ممكن نتاجر فيها في الحلال. حلال؟ الحلال هنا صعب، صعب ومتاخر يا دولار الكلام اللي انت بتقوله ده. صدقني لسه عندنا الفرصه. افتكر قناعاتك واحلامك. طول عمري احلامي بسيطه وما حققتش ولا حلم منها، وكنت دايما اقول سوء الحظ سوء الحظ سوء الحظ. لكن الحقيقه ان انا غبي، انا طلعت غبي. بس انا خايف عليك يا جنرال، مش عايزك تروح مننا. خافش يا دولار، قبل ما العب مع الاسد هسلسله. مستر حامد ابو قلب جامد يا ريس. اهلا، ازيك يا سليم؟ ايه حكايتك بقى؟ العد التنازلي بدا وفات 24 ساعه من المهله المتحدده، ولا رحت نيابه ولا اعترفت ولا يحزنون. ايه ايه ضايقني ليه؟ ناوي احسن بيها، بس كنت برتب اموري، انت عارف الموضوع ده فيه سجن. بكره ان شاء الله هطلع على النيابه واقول لهم على كل حاجه. ماشي يا عم حامد، واحنا هنستنى لغايه بكره. بس الصورة هتفضل معانا، واذا فكرت ما تطلعش على النيابه بكره وتلعب بديلك، الصور دي بقى هتروح لمراتك وعيالك واسرتك الكريمه كده، ويعملوا عليك حفله، وبرضه هتخش السجن. بكره هطلع على النيابه واقول لهم على كل حاجه. ايوه اطلع النيابة احسن ما يطلعوا عليك القرافة، ولعله خير ان شاء الله. ان شاء الله. بالسلامة يا حامد. وصل الباشا بوب. طمني يا دكتور. تامر ابني اخباره ايه دلوقتي؟ للاسف بعد عمل الأشعة والتحليل اكتشفنا إن هو مصاب بالتهاب فيروسي حاد في المخ، وده مرض شديد الخطورة. يا لهوي، وده جاله منين بس يا دكتور؟ يا مدام الفيروسات موجودة حوالينا وفي كل مكان، ممكن يتصاب بيها أي إنسان وفي أي وقت. طب وهنعمل إيه؟ على العموم إحنا بنديله أدوية عشان نسيطر على الحالة، وربنا يسهل. عشان خاطر أبوس إيدك، عشان خاطر دكتور علوم، علوم خلوه يعيش ليا. أنا عارف، أنا عارف إن أنتوا تقدروا تعالجوه. وبعدين قولي الصراحة، لو مش قادرين قولي لأبوه. أنا هو ودي بره، يتعالج بره في الخارج، أصرف عليه اللي هو عاوزه. للأسف أنتوا اتأخرتوا على ما جبتوا الحالة، وحصل مضاعفات كتير جدا في المخ. يعني إيه؟ يعني اللي هيعملوه الدكاترة بره مش أكتر من اللي إحنا هنعمله. ابنكم دلوقتي بين إيدين ربنا، وادعوا له إن ربنا يشفيه ويهون عليه. يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب.
ما تأذينيش في ابني. عارف يا رب ان انا غلطت في حقك كتير لكن سامحني. ما تاخدش مني سندي. ما تأذينيش فيه. ضميري بيأنبني يا فندم. لأني ظلمت. عشان كده أنا جاي أكفر عن ذنبي وأعترف. حتى لو اعترافي ده هيعرضني للعقوبة يا فندم. يا ريتك توضح أكتر. بصراحة يا فندم أنا ظلمت زميلي المقدم حسام الهلالي لما شهدت عليه وقلت إني شفته وهو بيستلم شنطة فلوس من تجار السلاح. أنت واعي لكلامك ده؟ أيوة يا فندم. الحقد عماني وخلاني عايز انتقم منه. ده معناه ان انت شهدت شهادة زور. اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه يا فندم. المهم اريح ضميري واكفر عن ذنبي قدام ربنا. يا دكتور طمني. تامر ابني عامل ايه دلوقتي؟ بقى لله. لا دكتور، لا دكتور، انت بتضحك عليا. تامر عايش يا هو. انت بتكذب عليا يا دكتور. ايه ده تامر ما ماتش. الف مبروك يا حسام. سعادتك عرفت امتى؟ لسه الخبر جاي لي حالا ان حامد غير شهادته، وكنت هكلمك عشان اهنيك واقول لك ان احنا معاك وفي ظهرك. يا دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهري يا فندم. طب سؤال معلش، يعني كنتوا فين لما حصل لي اللي حصل لي؟ يا فندم انتوا خليتوا بيا وضيعتوني ومحدش فيكم واقف جنبي عشان اثبت براءتي. نساعدك ازاي يا حسام واحنا جهه تنفيذيه مش جهه تحقيق؟ وبعدين كان في شهود ضدك في القضيه. ايوه كان في شهود ضدك والقانون لازم ياخد مجراه. حتى لو القانون ده مش هيحقق العدل، حتى لو هيظلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن 3 سنين. 3 سنين يا رفعت بيه. القانون بيحكم بالادله والشهود، وانت كان موقفك ضعيف في القضيه، لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى في امل. امل كبير انك ترفع قضيه رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكانة اللي تستحقها. ياه سعادتك لسه فاكر يا باشا؟ متأخر أوي. الكلام ده فات أوانه. أنا جيت لسعادتك بس عشان أثبت لك إن أنا كنت صح وإنتوا كنتوا غلط. بس هنعمل إيه؟ للأسف إحنا في زمن عشان تثبت فيه صح لازم رجلك تيجي في الأرض. تقصد ايه؟ حامد يا فندم. حامد اللي حضرتك بتقول ان ضميره صحي فجأة وخلاه يغير شهادته. ما صحيش من نفسه يا باشا، ولكن ظابط منبه عشان ضميره يصحى. امال ايه؟ انا يا فندم دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في 60,000 داهية وخيرته. يا اما يروح يغير شهادته ويقول انه شاهد في حقي زور ويخش السجن، يا اما فضحته تبقى بجلاجل ويتخرب بيته قدام مراته واولاده وبرضه هيخش السجن، بس مش عشان الشهاده الزور، عشان الرشوه. رشوه؟ ايوه رشوه سعادتك. المرتشي الحقيقي يا فندم هو حامد مش انا، لكن هنعمل ايه؟ للاسف اليومين دول بتوع الحراميه الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا ورقهم وما يسيبوش وراهم اثر، والقانون ما ياخدش معاهم لا حق ولا باطل. انما اللي زي حالات يا فندم اللي عايشين بقلبهم سهل قوي تفصل لهم البدله على مقاسهم بالسنتي ويروحوا في شربه ميه. كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وهترجع وتطلع طاقتك. الطاقه هتطلع يا فندم، ما تقلقش عليها. لو ما طلعتش في الخير تطلع في الشر، طلعتش في اليمين هتطلع شمال. انا عارف ان انت مريت بظروف صعبه، لكن ده ما يخليكش تفقد ثقتك في نفسك وايمانك بربنا. ربنا
ربنا يسامحنا ويغفر لنا جميعا يا فندم. عارف يا رفعت بيه؟ بني ادم مننا لما بيغلط يبقى شايف الغلط في اوله كبير وبيكبس على نفسه بالليل ما بيعرفش ينام، لكن مع مرور الوقت بيتعود بيبقى الغلط حته منه وما بيعرفش ينام غير لما ياخده في حضنه. ربنا يسامحنا يا فندم ويسامحكم. السلام عليكم يا باشا. تامر مات يا عفيف، لينا مات، ابننا مات يا عفيفة. مش المفروض كان يفضل عايش لغاية ما يدفن أبوه؟ لا، أبوه دلوقتي هو اللي بيدفنه. معقولة؟ معقولة كده يا ربي؟ معقولة؟ أيوة معقولة. هو أنت عايز تفضل تأذي في خلق الله وربنا يسيبك؟ كنت عايز تموت شلبي جوزي، أهو ربنا انتقم منك في ابنك. حرام عليك يا مديرة أختي، حرام عليك، أنا مش مستحمل مشوارته خالص. ويكون في علمك شلبي حكى للحكومة على كل فضايحك وقبضوا على مليكي صاحبك وقال إن أنت حركته على قتل شلبي، ولسه البوليس هيجي يقبض عليك دلوقتي. لا لا يا مديرة، مش وقته خالص. سيبيني طب الأول أدفن ابني وأعمل اللي أنت عاوزاه. خلي قلبك رحمة، تعبته لازم يكون في قلبك حنية شوية يا ابني. مات مات مات، ربنا رحمه منك. أنا جاي أبلغ حضرتك إني نويت أخلص من دياب وحط ايدي على السوق كله. فإذا الطمع شو؟ فضيلة. ما سمعت. الطمع فضيلة يا بروف. تعرف اني كنت معجب فيك كتير، يظهر اني بلشت حبك. ده شرف ليه؟ هيدا الحكي الحلو او بلا كل الحكي. واضح انك مخطط وراسم كل شيء. الفترة الجاية محتاج ان الواحد يخطط بعناية يا مستر ألبير، فترة حساسة لازم عشان نكوش على السوق كله لو عايزين. شو المطلوب يا حسام؟ نزود كميات السلاح الخفيف. مثلا كلاشينكوف 762. حصل. سنايبر 308. حصل. بامب اكشن التركي بالذات عشان حصل. عاوز اسرائيلي. حصل. شويه طبنجات 9 مللي بقى سي زد على جلوك على كل، انت فاهم. حصل. وشو رايك بشويه قنابل وذخيره زياده معهم؟ زياده الخير خيرين، مش هقول لا. بس يا ترى حضراتكم حمل الكميات دي من السلاح طاقتكم تسمح؟ شوف يا حسام، نحن تجار أسلحة بالجملة، يعني منشتري بالجملة ومنبيع بالجملة، مش فاتحين كياكين لنبيع بالمفرق. يا سلام، أحب الاحتراف في الشغل. اهدي يا حبيبتي، حاولي تنسي، ربنا يخلي لك بنتك. يا ماما أنسى إيه ولا إيه؟ أنسى إنهم قتلوا لي جوزي ولا أنسى إن أنا ابني مات؟ أنسى إيه؟ مش أنتِ ما كنتيش عايزة من الأول؟ ارحمني يا رب، ارحمني. خلاص يا حبيبتي، اهدي خلاص، اهدي. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا أنا كمان بدي أتحمى. حسام حبيبي، شوف لنا شو عندهم الروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عناية. الو روم سيرفيس بليز. توحشتك قوي قوي يا دناي، توحشتك قوي. واد يا منصور، منصور منصور، توحشتك يا دناي، توحشتك قوي قوي، توحشتك حكمت. يا منصور حكمت. حكمت خير يا ديافيه. اسمعي،
انا نويت ادخل على السوق بكل قوتي وهجيب بضاعه من الصين. ما انت عملتها قبل كده وبعت البضاعه بنص التمن. المره دي غير، المره دي هشتري السوق كله، لانه الكبير لازم يبقى الكبير. تخرفت ولا ايه يا دياب؟ يا حكمة لا، اسمع، ايه رايك تدخلي معايا شريكي في العمليه دي؟ اصلك هتكسبي من وراها فلوس كتير كتير قوي. شريكه؟ كنت فاكره اني شريكتك من زمان، ولا الحاجه اللي بيننا خلاص راحت؟ تعرف يا دياب، احسن حاجه تعلمتها منك كيف الواحد يقدر يدمر نفسه بيده. آه لو تعرف اليوم ما تجوزتك كنت بحلم بيه، كنت بحلم بالستر والأمان، بحلم بالعيلة والبيت والراجل اللي يحميني ويحمي عيالي. بس يا خسارة لقيت بيت ولا لقيت عيلي ولا لقيت. ولا ليه؟ يلا يا منصور يا دناية هدخل انومك. منصور وحشتك قوي يا ابوي. من فضلك يا مستر البير، الحفلة مش هتبقى حفلة غير بوجودك، تشريفك ده على راسنا. ممكن اسألك سؤال قبل ما اجاوبك ايه او لا؟ تحت امرك. حفلة بهالنوعية اللي انت ناوي تعملها وهالفخامة، مش ممكن تفتح عيون الناس اللي ما بيحبوك عليك؟ مش عيب تسأل سؤال زي ده واحنا تلامذتك يا بص. الحفلة دي كاموفلاج كفر، واحد على باب الله واخد توكيل جديد بتاع كاوتش ومنزله مصر، عازم اصحابه وحبايبه والعملاء بتوعه عشان يحتفلوا يتبسطوا سوا. فيها ايه دي؟ ممكن تعيدها تاني الكاوتش دي؟ عايز فردتين؟ واضح ان حسام ما بفوت الشيء مهما كان صغير. مهما كان صغير، اسم الله عليك يا ديدي. طيب حاضر يا سيدي، هكون بالموعد بالظبط. كده انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني هترفع راسنا. طبعا انت مش محتاجه عزومه، دي الحفله حفلتك. اكيد لا. عماد باشا، اخبارك ايه؟ وحشني. انا موجود، انت اللي الضرايب واخداك من هنا. لا ازاي، ما تقولش كده يا باشا. بمناسبه الضرايب، انا كان جالي معلومات كده كنت عايز ابلغها لك. تعيش يا باشا. في شركة اسمها ميدل ايست للاستيراد والتصدير، جالي معلومات ان هم بيتهربوا من الضرايب والتأمينات، فيا ريت كده لو تاخدهم من ضمن العينة العشوائية بتاعتك. والله يا باشا لو كلامي طلع صح يبقى لي الحلاوة. ما ده العشم برضو يا باشا. خد العنوان. عبد الله على السلامة يا بوس. الله يسلمك يا العلو، طمنوني ايه الاخبار يا رجاله؟ كله تمام يا فوكس، الانفيتيشنز اتطبعت ووصلت لكل البيزنس مان اللي انت اديتنا عنهم. حلو الكلام، والصحافه والميديا والجو اللي انت فاهمه ده. فوكس اون لاين. احنا رجالتك. انت مش رجالتي، انت اخوات يا العلو. انا عايز مصر كلها تاخد خبر بموضوع توكيل الكاوتش ده، عشان ده الكاموفلاج والتمويه اللي هنداري تحتيه شغلنا الاصلي. انت اللي اصلي يا اصلي. اكسلانس، احنا ماشيين تبع تعليماتك خطوه بخطوه. يبقى زي ما اتفقنا، مستر ديابو هيحول لكم 10 مليون دولار والنص الباقي من الفلوس لما تتم العملية إن شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا مستر ديابو. كويس. مستر ديابو عاوز منكم رقم الحساب اللي هنحول لكم عليه المبلغ. كله بالطاعة وصلت بسلامة مستر ديابو. اكده تمام. يبقى إلى اللقاء. الله يبارك فيك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
ده كتير يا سيدي، نحط كل فلوسنا في عملية واحدة زي دي؟ عرفنا مكان دياب يا جنرال. قاعد في شقة في التجمع الخامس. لوحده؟ مع حكمة وابنهم صغير. ومن ساعة ما خلفت ما بتسيبش ابنها لحظة واحدة. ابنهم الصغير؟ انت قاعدة كده ليه؟ مستنياك. خير؟ أنا عايز أعرف أنت هتعمل معايا إيه لو الدواء ما جابش نتيجة وما عرفتش أخلف. الموضوع ده سابق الأوان يا ريان. لا هو ده أوانه، وأنا مش هسيبك إلا لما تقولي. أقولك إيه؟ هتعمل معايا إيه لو طلعت ما بخلفش؟ معرفش، بس اللي أعرفه إن أنا من حقي يكون لي ابني زي بقية خلق الله. يعني إيه يا محمد؟ لو أنا طلعت ما بخلفش تروح تتجوز عليا؟ قلتلك الكلام ده سابق الأوان. وأنا مش هستنى ما يجي أوانه. يعني يعني أنا في بيت أهلي وتبعتلي ورقة طلاقي. اتجننتي ولا ايه؟ سيبني يا محمد بقى. يا ريهام نزلتين ده؟ ريهام اوعى كده. ريهام يا ريهام استنى كده، انت ايه اللي عملته ده؟ كسرت بخاطر البنت بدل ما تطبطب عليها في موضوع اساسا هي مالها ذنب فيه. وانا ذنبي ايه؟ وانا مش من حقي كل ابني يا ماما زي بقيت خلق الله. خلي بالك يا محمد، انت مش شايف غير نفسك وبس، وبتغلط في كل الناس اللي بيحبوك. هم اللي خذلوني، هم اللي طلعوا زباله، كلهم زباله. ولا انت عايزين افضل احسس عليهم وافضل اطبطب عليهم ومحدش يراعي مشاعري؟ هما اللي غلط يا ماما، هما اللي غلط مش انا. لما ده دولار السلسله دي انت جايبه منين؟ دي بقى يا حسام بيلحق في ايه؟ في ناس بره من الضرايب والتامينات عايزين يطلعوا على اوراق وسجلات الشركه، مش عارفه اعمل معاهم ايه. هادي النيله، احنا ابتدانا ده، احنا لسه بنقول يا هادي. ايه ده يا دود؟ ايه مالك قلقانه ليه ومتوتره ليه؟ احنا سلام وورقنا سليم، ما عندناش مشاكل. في ايه؟ عريان سي سينيوري، انت اللي هتطلع للناس دي وتتعامل معاهم بمنتهى الهدوء واللطف وتكيسهم تكيس تام، وانت ما يبانش عليك القلق ده، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا اتفضلي. بكل الحب. على فكره يا حسام بيه، ايه؟ انا حاسس ان في حد طالع علينا الناس دي. انت يا بوب اخدتها من على الطرف الثاني، اصل احنا عدقنا كتير. طب كبرين الموضوع ليه يا اخوان؟ الناس موظفين وبيعملوا شغلهم، مفيش مشاكل. ماشي، ولعله خير ان شاء الله. ايه يا حبيبتي؟ بصي يا شهندي، بصي يعني جايب لك هدايا قد ايه عشان تعرفي غلاوتك عندي. ابعد عني يا طاهر، انا مش عايزه منك هدايا، وكفايه اللي انت عملته وانك خدعتني مرتين. المسامح كريم بقى يا شهندي. الله، وبعدين انا عملت كل ده عشان خاطرك انت يا مراتي يا حبيبتي يا ام ابني. هو مش طلع واد برضك زي ما قلت لي؟ للاسف، زي ما يكون ربنا بيعذبني وعايزك تفضل مكلبش فيا طول العمر. بس انا بقى خلاص يا طاهر مش طايقاك، والله العظيم ما بقيت طايقاك. ايه دي؟ اشمعنى اني طايقها؟ هل البضاعة وصلت مستر ديابو؟ نعم وصلت، وصلت كل حاجة تمام. ده انتوا نازلين قوي وشكلنا هنشتغلوا كتير كتير، وبخصوص باقي المبلغ بتاعكم اتحول وبقي في حسابكم كمان. شكرا يا مصطفى. عفوا يا باشا. سلام يا باشا. انا مش عارف ايه اللي بيجرى لي ده يا ماما. لكل فعل رد فعل، واكيد اللي بيحصل لك ده نتيجه افعالك. انا مش غلطان في حاجه، والله العظيم ثلاثه انا مش غلطان في حاجه. كل اللي بيحصل حواليا ده خارج عن ارادتي. وجرحك لمراتك ودوسك على جرحها ده خارج عن ارادتك برضو يا محمد؟ انا اتصدمت لما عرفت انها ما بتخلفش. كان نفسي اكون اب قوي. انتوا ليه مستكترين عليا ان انا ازعل؟ ليه دايما انا لازم اصالح واتاسف؟ وحسام، مش حسام هو اللي غلط؟ مش هو اللي هد كل المعاني الحلوه اللي كنت شايلها له جوايا؟ طول عمرك بتنصفي فيه، هو طول عمرك بتبرري له غلط، دايما كنت بتيجي عليا. ودلوقتي لما حد يغلط ليه مش عاوزيني اعاتبه او ازعل منه على الاقل؟ عاتب وازعل زي ما انت عاوز،
ما دام انت على حق. بس بلاش تدوس على جروح الناس. بلاش تقول للاعور انت اعور في عينه عشان ما تجرحوش اكتر ما هو مجروح. معرفش يا ماما، معرفش اكون بوشي. مش انتوا اللي علمتوني كده، مش انت وحسام اللي علمتوني اقول الحق. انا زعلان قوي يا ماما، زعلان عليا وعليكي وعلى اللي حصل لنا. احنا ليه حصل لنا كده؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف فيه. بس يا حبيبي خير خير. انتوا مين؟ احنا مش عايزين اكتر من واد. واد؟ لا لا لا، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد. لعله خير ان شاء الله. الو، الحقني يا دياب، الحقني. ايه يا عكمة، حصلت حاجه؟ في ناس اتهجموا عليا وخطفوا الواد وهربوا بيه. يلعن الواد، عابوا الواد يا حكمة. ما هو ابننا يا زياد، ده ابننا يا حكمة. تعجلي عاد، ده مش ولدني، ولدني منصور مات من زمان، ده واد حسام الكلب. اسمعي، جهزي خلقاتك، احنا لازم نمشي من البيت ده قوام. انا تعبت يا دياب، كل يوم من بيت لبيت ومن مكان لمكان. يا حكمة الصبر يا حكمة، الشغلانة الجديدة دي حتريق. انا جاي يا حكمة، جاي. الو الو، ايوه اهدان، مالك في ايه؟ سيدي دياب، الحقنا يا سيدي، هجموا علينا في المخزن، قتلوا الرجاله كلها وسرقوا البضاعه، سرقوا شجع عمرنا يا سيدي دياب. بتقول ايه يا واد؟ وهدان، يا ابن الكلب. سمي بالله يا باشا واستلم من النوس عين ام اهو. الله ينور، الله ينور يا رجاله. كده يا باشا احنا عملنا اللي علينا، مش فاضل غير انك تساوم دياب على النوس عين امه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا، وبالمره يلم تعبينه عننا. عارف يا جنرال، لو كنت معانا وشفت منظر امه واحنا بناخد منها بنعم العافيه كان قلبك هيتوجع قوي. ياكش تولع هي وجوزها، مش كفايه حرق قلب الباشا على ابنه؟ يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ده عيل صغير ليه يشيل ذنب اهله؟ حرام، حرمت عليك عيشتك. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، ولعله خير ان شاء الله يا باشا. طب عايز اقعد لوحدي؟ انت طرش، عايز اقعد لوحدي؟ تعبان صغير، تعبان صغير من نسل تعبان كبير. اي نعم مالكش ذنب في اللي ابوك وامك عملوه، بس زي ما قال لعله، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هقتلك، مضطر اقتلك عشان اقضي على نسل البطاطشه. اي نعم بيقولوا التعابين الصغيره ما بتاذيش، بس مين عارف، بكره تكبر وتبقى تعبان كبير زي ابوك، ولساعتك تبقى والقبر. مضطر، مضطر اقتلك زي ما قتل ابني، ومن قبلها اقتل اسامه واللي في بطنها.